السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم من جديد قناتنا كرياسيون اري كويزين. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. رفد علينا هذا الوباء والله يرحم الاموات ديالنا في هذا نهار الجمعه، والله يشافي الامراض اللي عنده شي واحد مريض، الله يشافيه له والله يكون معنا كاملين. اذا اخواني اخواتي، اليوم جيتكم بواحد الوصفه عاوتاني، غنتقاسم معكم الوصفه ديال هذا النهار اللي هي دي بروشيت دو داند، قطبان ديال لا داند. الوغ كناخدو كنشريو داك الفخيضات ديال لا داند، الطرف الفوقاني اللي تيكون الفخد من جهة الفخد من جهة لابارتي الفوقانية. انا سمحوا لي تصابيت قطعت كلشي باش نوريكم كيفاش كان ديزوسيوه. ها هو زولتو العظم ديالو كيف كتشوفو، ها هو. اذا كنحيدو هاد العظم الكبير هو الاول، وكناخدو اللحم ديالنا وكنحاولو ما امكن نقيوه، ما نخليوش فيه حتى شي حاجة لا من هاد الشحمه اللي كتكون فيه ولا جلود ولا كلشي، باش ما كيجيناش قاصح. هو صدقوني هاد لا بارتي هادي الفوقانيه ديال الفخد د لاداند كتجي رائعه، تحلف عليها انها لحم الا كليتيها ما تفرزهاش ما بينها وبين اللحم ديال الغنمي، كتجي فريمون غزاله وكتجي رطبه هائله. اذا تناخدو هاد الحيمه هادي ديال الفخد د لاداند، كنقطعوها اون بروشيت قطيبات على حساب كل واحد والقياس ديالو كيف تيبغي. نتوما انا كنقطعهم غير طراف صغار، ما تنبغيهاش كبيره بزاف، حيت غنديرهم في غير في القطبان ديال العود، غنشويهم غير فوق شويه ديال الضو. واللي يبغى يشويهم بطبيعه الحال في العافيه بيان سور في العافيه، هما كيجيو حسن. كنعرفوا ان القطبان مشويين في العافيه كيجيو ألد، غير انا دابا ما غاديش ندير العافيه، غادي ندير غير شويه ديال الضو صافي غنشوي فيها. اذا كيف كتشوفوا انا كنقيه كله، تنحاولوا ما نخليو فيه لا جلود لا حتى شي حاجه باش كيجينا مزيان ورطب في المضغه ديالو. اذا انا غنكمل هذه الحيمه هذه اللي مازال لي، هذا الطرف هذا اللي مازال، وغادي نرجع عندكم نوريكم شنو غادي نديرو فيهم ان شاء الله. هادو قطبان كيف كنصوبوا القطبان ديالنا حنا في فاس، بحال غادي نصوب القطبان ديال الفيلي ولا ديال البقري، ديال الفيلي ولا ديال الغنمي ولا اي حاجه ديال العيد، غنديروهم بنفس الطريقه، غير هما غادي اللحم اللي مختلف، اللحم ديال بيبي ماشي ديال لا غنمي ولا بقري. هانتوما كيف كتشوفوا انا كنقيه مزيان، ما تنخليش الاثر ديال شي جلده فيه. واللي ما بغاتش تنقيه يمكن لا كتعطي للجزار هو كيصوبوا لها، راه كينقيه وكيديزوسيه ويصوب له يحيد له الجلود ويحيد له كلشي، غير انا كنفضل نصوبو بيدي باش ما كنخلي الاثر حتى ديال شي جلده فيه، كيعجبني يكون منقي مزيان. انتما كيف كتشوفوا فين ما جبرت شي طرف ديال الشحمه ولا ديال الجلده كنحاول نزولو نقيه. فوالا بالنسبه للقياس، انا قلت لكم كتقطعوا القياس اللي بغيتيه. نحيد هادشي ونرجع عندكم. اذا اخواني اخواتي كيف كتشوفوا، بعد ما نقيت لاطان ديالي كلها وقطعتها كيف كتشوفوا طريفات على حسب القياس اللي ديال كل واحد كيف تيبغيهم، كبار صغار كيف ما بغيتيو. اذا غادي نحتاج لها دابا غناخذ البصله كيف كتشوفوا ها هي دي، غادي نقطعها فهاد الآلة السحرية اللي كنقولو في الحادقة. غادي تشوفو كيفاش غادي نشلدها القياس اللي أنا باغية، ما غاديش تجي غليظة بزاف وما غاديش تكون رقيقة بزاف، هادي كتخليك تاخد القياس اللي بغيتي كتستعملو، سواء بغيتيها غليظة كتقطعها غليظة، بغيتيها رقيقة كتخليها رقيقة على حسب. إذا أنا غادي نوريكم كيفاش غنديرها. كناخد البصلة ديالي كنقسمها طراف كبار كتشوفو. صراحه هاد الاله هادي عجيبه، كتنفع بزاف في الكوزينه وبالاخص مع البصله والثومه، هادو جوج حاجات اللي كنعرفوا انهم شويه قاصحين في التنقيه ديالهم وفي التقطاع ديالهم سورتو، لان البصله كنعرفوا ان الاغلبيه ما تيصبروش البصله كيبداو عينينا كيدمعوا. هانتوما كيف كتشوفوا كنقطعها طرف كبار كنديرها في البراي هادي، اللي بصراحه اللي عنده هذه في الدار والله الا عنده خدامه كتعاونه.
احنا نتوما كنجرها غير بالخل وغناخذ القياس اللي انا باغيه. مازال غنزيدها شويه هانتوما. ها القياس البصله كتقطعوها بالشكل اللي بغيتيو. ها هي دابا هنا خليتها انا شويه على حسب القياس اللي باغيه. اذا غنكمل البصله ديالي كلها باش غنشر من هاد لادان وغنرجع معكم. اذا انا كملت البصله ديالي بدات الاناء لان هذاك ما كفانيش. ها البصله كلها حكيتها. الوغ شنو غادي نديرو؟ شنو هما التوابل اللي غنديرو في هاد القطبان هادو؟ حاجه بسيطه بزاف. هنا غادي نزيد معدنوس. انا عندي المعدنوس مقطع، هو الا كان معدنوس طري كان احسن. انا ما تصرفش عندي اللي طري، عندي المعدنوس مقطع غنديرو. كنديرو بزايد كيف كتشوفوا. ها هو دا كنكثروا شويه المعدنوس. وغادي نزيد لها الملحه، نزيد الملحه ديالها، ندير الملحه والابزار. ندير الملحه، ها هي معلقه صغيره كافيه. نزيد واحد شويه شويه ما عمرتهاش. وغادي ندير معلقه ديال الابزار تقريبا، معلقه صغيره حيت عندي هنا بزايد. وغندير لها شويه ديال الزيت، هانتوما كتشوفوا غنديروا شويه الزيت روميه. هاد الزيت كتساعد هاد اللحم باش كيرطب، كيجينا شقاصح. غير شويه، راه ما درتش بزاف هانتوما شتيو، غير شويه شخويت. قياس واحد نص كاس ديال الزيت، ما كاملش او ربع كاس صافي. وغادي نخلط هاد الشيء مزيان بحال هكا نعجنو. غادي نعركوه مزيان باش كتدخل البصله والمعدنوس والعطريه كيدخلوا مزيان في هاد القطبان، في هاد الحيمه هادي. كان ساليت. دابا غادي نجمعها، غنغطيها شويه بواحد السلوفان وغادي نخليها ترتاح على الاقل واحد ساعتين بالمكانه باش كتشرب داك الشرموله، وكتشرب باش داك القطبان كيرطبوا شويه وكيشربوا شرموله وكيشربوا هاد لاصوص اللي درنا، هاد العطريه اللي درنا لها. فوالا دابا غادي نغطيوه وغنخليوه يرتاح سواء في الثلاجه ولا كتخليوه غير دو كوتي. هي من الاحسن يدار في الثلاجه باش يشرب شويش، وعاد نديروه في القطبان ديالنا باش نشويوه. خليكم معايا حتى تشوفوا النتيجه النهائيه ان شاء الله. هنا انا غادي للثلاجه. هنا كيف كتشوفوا انا موجده الفلفله الخضراء والفلفله الحمراء، هانتوما مقطعاها مربعات صغار باش غادي نزوق القطبان ديالي. كنديروها ما بين وبين، في ما بين القطعات ديال اللحم كنديرو طريفات الفلفله، كتعطي لذه عاوتاني خارقه. داك الفلفله ملي كتشوى كتعطي واحد اللذه رائعه للقطبان ديالنا. وغادي نرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا النتيجه. ديري اخواني خواتي، بعد ما خليت القطبان ديالي يرتاحوا ساعتين بالمكانه في الثلاجه انا جبتهم، غادي ناخذ غير هاد القطبان هادو ديال العود اللي كتشوفوا ها هما هادو. انا غندير فيهم لان غنشويهم في شويه ديال الضو. دونك تناخذو كنديرو قطعه ديال اللحم او جوج اللي بغيتي على حسب اللي بغينا. تنديرو طرف ديال الفلفله، كنعاود نزيدو هادشي اكيد راه الناس كلها كتعرف ديرو، ماشي شي حاجه جديده. هنا غندير عاود طرف الفلفله الخضراء، في نفس الوقت كنشيكوهم وفي نفس الوقت كنزيدوهم للذه بداك الفلفله ملي كتشوى. غادي نهاو مادو هكذا كيجيو. واللي بغى يدير حتى اكثر ما بين كل قطعه وقطعه يدير الطرف ديال الفلفله، داكشي كيبقى اختياري وكتبقى شهوه كل واحد. انا غندير لكم واحد اخر بقطعه بقطعه.
شي قطعات فلتو بقاو كبار، غادي نعاودهم بالتقطيع. اذا كيف كتشوفوا هما كيف تيجيو عاوتاني وحده بوحده، تيجيو رائعين في المنظر ديالهم ولا في المذاق ديالهم. وانا كنصح الاخوات اللي بغا يصوب لوليداتو قطيبات هكذا ديال لا دند، راهم تيجيو بحال دايرين بحال كتصوب اللحم الغنمي ولا اكثر، بصراحه تيجيو ان ديليس لذاد بزاف ماشي شويش، واللي كلاهم ما يقولش بانهم ديال لا دند، غادي يقول راه اللحم ديال العجل ولا اللحم ديال الغنمي. دابا انا غنكمل القطبان ديالي كاملين هكذا، وان شاء الله من بعد ما نشويهم نوريكم النتيجه النهائيه عاوتاني ديالهم. وبالنسبه انا كنوصل واحد الرساله للاخوان والاخوات اللي كيتفرجوا في لي فيديو، كنقول لهم الله يجازيكم بخير ملي تفرجوا في شي فيديو، ما تنساوش دعمونا باللايك، لايك تزيدوا تبينوا لنا بانكم راكم تفرجوا في لا فيديو، بان عجبتكم او ما عجبتكمش كديروا لنا اما لايك ولا ديسلايك على حسب كل واحد. عجبتك عجبك المحتوى ديال الفيديو غادي دير لنا لايك، ما عجبش لايك لايك لايك، الله يجازيكم بخير ما تنساوناش من لي لايك. اذا بالنسبه للاخوات اللي عاد زادوا عندي في المشاركات الجدد كنقول لهم مرحبا والف مرحبا وشكرا على الثقه ديالهم اللي وضعوا فينا. وبالنسبه للناس اللي ديجا عندي في لائحه المشتركات او المشتركين، تنقول لهم حتى هما دائما كنرحب بهم وكنشكرهم على الدعم ديالهم وعلى الميساج داك التعليقات الزوينه ديالهم، اللهم لك الحمد التعليقات كانوا كيكونوا طيبين، والله يجازي الناس بخير على هذه المعامله هذه وعلى التصرفات اللائقه الزوينه. اذا كتزيدوا تفرحونا باش نزيدوا نعطيو الجديد ونزيدوا نزيدوا القدام تاعنا معكم ان شاء الله وبوجودكم، وكنبغيوكم وما تنساوناش من لايك لايك لايك. واللي غادي يدخل يزور اول مره القناه ديالي، كنتمنى انه يفعل الجرس يتابونا في القناه ديالي باش يبقى يوصلوا الجديد ديال شنو كندير. اذا انا غادي نكمل القطبان ديالي كاملين بالطريقه اللي شفتيو معايا، وغادي ان شاء الله نشويهم ونرجع عندكم نشوف ونوريكم النتيجه ديالهم. القطبات ديالنا هما كتشواو كيف كتشوفوا، ماشي هيسكم فيهم غير ديك الريحه ديال داك الفلفله كتشوى طالعه كتشهي، وان شاء الله غير نكملهم وغادي نوريهم لكم النتيجه النهائيه. اصلا هما راهم تيطيبوا دغيا، ملي تيطيبوا تيجيو فتيه ما تيجيوش قاصحين. يلا خليكم معايا حتى تشوفوا النتيجه النهائيه ديالهم. اذن اخواني اخواتي القطبان ديالنا هما وجدوا، ديال لا داند مشرملين التشرميله ديال اللي كنديروا اللحم عادي القطبان عاديه. الطريقه ديالنا حنا في فاس كنديروا غير الملحه والابزار، لان كاين اللي كيدير عطريه وحده اخرى كيزيد توابل وحده اخرى على الملحه والابزار في القطبان ديالو، حنا في فاس كنديروا غير الملحه والابزار. اذن كنتمنى ان الفيديو ديال هذا النهار تكون عجبتكم، ودعمونا بلي لايك الله يجازيكم بخير، لايك 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 الله يجازيكم بخير، وشكرا على المتابعة ديالكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.